السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع يعتمد فعلا الفيديو، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بإظهار التاريخ كي لا تحدث معنا أي مشكلة. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 10 أفريل 2021. سنقوم بإظهاره لبضع ثواني كي لا تحدث معنا أي مشكلة. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. هنا تظهر واجهة الموقع كما تلاحظون. هنا تظهر تطورات العملة الرقمية المشهورة خلال 24 ساعة الماضية، وهنا يظهر إجمالي مستخدمي الموقع من هنا، هم 8708 مستخدم. وهنا أيام عمل الموقع عمله منذ 16 يوم. وهنا يظهر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالموقع، وهنا لإرسال رسالة للموقع ولأدمن الموقع للتواصل معهم أو لطلب المساعدة منهم. لتسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين أب من هنا. هنا تضع الاسم الكامل، هنا تقوم بوضع اسم المستخدم، هنا تضع الايميل الخاص بك، وهنا تقوم بوضع كلمة المرور الباسورد، ثم تقوم بإعادة الباسورد، تقوم بإعادة كلمة المرور، ثم توافق على شروط الموقع، ثم تضغط على ريجستر لتسجيل حساب في الموقع. بعد تسجيل حساب في الموقع تضغط فقط على ساين ان لتسجيل الدخول الى الموقع. هنا تضع اليوزر نيم الخاص بك، اسم المستخدم الذي سجلت به في الموقع، وهنا تقوم بوضع كلمة المرور، ثم ستقوم مباشرة بالضغط على ساين ان لتسجيل حساب في الموقع. بعد تقوم بوضع المعلومات الخاصة بك، تقوم بالضغط على ساين ان. هنا تظهر واجهة الموقع بعد تسجيل الدخول. تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك مجموعة من العمل كاللايت كوين، الإيديريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين ريب، اليو اس دي تي، داج، دوج كوين، ترون، ومجموعة من العمل الأخرى. تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. مثلا نحن سنقوم باختيار البيتكوين، نضغط على بيتكوين من هنا. هنا تظهر واجهة الموقع بعد تسجيل الدخول. هنا تظهر البالانس الخاص بك، هنا مجموع إيداعك في الموقع، وهنا مجموع أرباحك من الإحالة، وهنا مجموع أرباحك من الموقع، أي مجموع سحوباتك من الموقع للقيام بالإيداع في الموقع. نضغط على ميك أن إنفستمنت من هنا. كما تلاحظون هنا يظهر مبلغ الحد الأدنى للإيداع في الموقع، كما تلاحظون هو 0.001 بيتكوين. نقوم بالضغط عليه. هنا يظهر مجموع أرباحك في الساعة. هنا ستظهر كما قلت لكم أرباحك في الساعة، وهنا في اليوم، وهنا في الأسبوع، وهنا في الشهر. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على Deposit Funds من هنا. كما تلاحظون يقول لك الموقع قم بعمل كوبي لهذا الأدرس وأرسل لهم هذا المبلغ. تقوم بالضغط على كوبي من هنا، وستقوم بإرسالهم 0.001 لتقوم بالإيداع في الموقع. للقيام بالسحب في الموقع نضغط على Withdraw من هنا. كما تلاحظون يقول لي ليس لديك sorry you have no funds to make a withdrawal. كما تلاحظون من هنا ليس لديك أي مبلغ لتسحبه. إذا كان لديك مبلغ ستقوم بسحبه من هذه الواجهة. هذا الموقع أيضا يعطي مكافآت على الإحالة. نضغط على refillers من هنا. نقوم بالضغط على refillers من هنا. كما تلاحظون هذا هو أدرس الإحالة الخاص بك، هذا هو أدرس الإحالة الخاص بك. تقوم بالترويج له بجلب إحالات. تقوم بالضغط على كوبي، وستقوم بنشره على جروبات على الفيسبوك أو على الواتساب أو على التليجرام أو على قناتك على اليوتيوب، وستقوم بجلب إحالات وستحصل على نسبة مئوية من إيداعات الموقع. كما تلاحظون ليس لدي أي إحالة. كما تلاحظون صراحة هذا الموقع رائع جدا، أتمنى أن تعملوا عليه. بالتوفيق إن شاء الله.